الغرب يقر بالقدرات اليمنية المقلقة التي باتت تطال المحيط الهندي وتشكل تهديداً حقيقياً لمطامع الأعداء في المنطقة. وعقب العملية اليمنية التي استهدفت سفينة MSC أوريون في المحيط الهندي، ظهر الارتباك والذهول الغربيان في التقارير الإعلامية. وكالة أسوشييتد بريس الأمريكية اعتبرت أن العملية أثارت مخاوف بشأن القدرات العسكرية في اليمن، التي تبين أنها قادرة فعلاً على تنفيذ عمليات على بعد مسافات في المحيط الهندي. أسوشييتد بريس أضافت أن العملية تثير تساؤلات حول الكيفية التي تمكن بها اليمنيون من تنفيذ هجوم بحري على مسافة بعيدة وضد هدف متحرك دون امتلاكهم أسطولاً بحرياً أو أقماراً صناعية. وقالت الوكالة إن مركز المعلومات البحرية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أكد أن السفينة أوريون تعرضت لهجوم في المحيط الهندي بسبب ارتباطها بالعدو الإسرائيلي. من جانبها أوضحت مجلة تريد ويندز نيوز المتخصصة في الملاحة البحرية الدولية أن استهداف سفينة أوريون في المحيط الهندي يظهر القدرة اليمنية على استهداف السفن على بعد مسافة طويلة، وقالت إن تفاصيل الضربة تظهر أنها خلفت أضراراً للسفينة في دحض لما روج له الإعلام الغربي. وفي هذا الإطار شددت صحيفة مارين كور تايمز المعنية بأخبار البحرية الأمريكية أن مشاة البحرية الأمريكية يحاولون التعلم من تكتيكات القوات اليمنية في البحر الأحمر. الصحيفة أشارت إلى أن القوات المسلحة نجحت بالقيام بعمليات ذات فعالية كبيرة وباستخدام قوة أقل تطوراً بكثير قياساً بالقدرات الغربية، وتابعت أن القوات اليمنية أظهرت أن القوة البرية المجهزة بأجهزة استشعار وصواريخ يمكن أن تشكل تحديات كبيرة للسفن. وأكدت مارين كور تايمز أن الجهود اليمنية تطورت بسرعة إلى مثال ممتاز لكيفية إجراء استطلاع فعال وتدابير مضادة للاستطلاع ومنع دخول البحر خلال المواجهات. وفي تأكيد على القدرات اليمنية الاستثنائية التي غيرت المعادلات، قال معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في دراسة حول القدرات اليمنية إن القوات اليمنية بمشاركتها في الحرب ضد العدو الصهيوني حولت الصراع إلى عالمي من خلال قطع الملاحة عن العدو. كما اعتبر المعهد في دراسته أن القوات اليمنية أظهرت مرونة في مواجهة الضربات العدوانية الأمريكية البريطانية. وأكد المعهد الأمريكي أن الهجمات اليمنية على الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت غير مسبوقة على الإطلاق، وأضاف أن الهجمات فرضت على الجيوش الغربية إنفاقاً ضخماً على أنظمة اعتراضية أكثر تكلفة. وقال إن الدفاعات الجوية الأمريكية والأوروبية والعربية والإسرائيلية عملت معاً لمواجهة تلك الهجمات التي أثبتت أن اليمنيين قادرون على شن هجمات بعيدة المدى وفي وقت قصير نسبياً، ما وصفه المعهد بالمثير للإعجاب. Thank you.